ما حدث بالتراجع، انما اكو حدث كان عباره عن اعلان بيان اطلقه سماحه السيد حميد الياسري امر لواء انصار المرجعيه. هذا البيان تضمن عده نقاط موجهه وبالخصوص تخص محافظه المثنى. هذه النقاط تبلورت انه هناك لجان اقتصاديه وهناك اموال مخصصه الى المثنى ولا بد من متابعتها وكبد جماح الاحزاب التي تحاول ان عبر لجانها الاقتصاديه الهيمنه عبر المشاريع وعبر منظومه مقننه بين قوسين سميه. لذلك سيد حميد حينما وصل الى مسامع هذا الامر انتفض بشكل واضح وصريح، وهو شخصيه ثوريه الجميع يعرف ذلك سواء على المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى الجهادي. لذلك البيان هو خلينا نفصله انه ما يخص العراق ولا هو خطاب ثوري عام، انما هو بيان مطلبي يخص محافظه المثنى التي تعاني من مستوى في خط الفقر مرتفع. ما يؤكد ذلك وما حدث ايضا ان الحكومه المركزيه وبعد الغليان الشعبي الذي حدث والتأييد الكبير داخل محافظه المثنى وعبر المحافظات، المحافظات كان رايها انه احنا داعمين الى مهله السيد حميد، داعمين الى مطالب المثنى. هذا الهاشتاج اللي انطلق بكل المحافظات وصدقا هو كان راي عام قوي وما في بيان واسط وبغداد وذي قار وكل المحافظات، يعني كان موقفها موقف كبير و ساهم في ان يكون موقف السيد حميد هو موقف عراقي بحت تامل فيه الكثير. لذلك ايضا الحكومه عندما رزت هذا الراي وهذا التأييد الشعبي فورا اجرت اتصالات مباشره في عبر اتصالات مباشره في السيد حميد الياسري وذكرت له انه المطالب اللي انت طالبت بها عبر البيانات الخاصه بك احنا جاهزين للنقاش بها وتلبيتها. واحنا خلينا نفصل هذه الجزئيه انه احنا ما بعد التظاهره، لو فرضنا ان التظاهره حدثت يوم الاربعاء وتمت، اكيد اللجان المركزيه الخاصه في الحكومه المركزيه راح ترسل لجان والاستماع وندخل بهذا السيناريو. ما حدث ان التظاهره تحققت والضغط الشعبي على الحكومه المركزيه تحقق قبل حدوث التظاهره، عكس ما نشهده في التظاهرات المألوفة أنه كل ما تحدث التظاهرة يسقطون جرحى عندنا أو شهداء يا الله الحكومات تستجيب. الحكومة الحالية عرفت أن الخطر لا يخص محافظة المثنى والغليان الشعبي لربما يكون طاغي على جميع المحافظات، فدركت هذا الخطر وتعاملت وذهب الوفد واستمعت الحكومة وتم التعامل مع كل مطلب ذكره في البيان الذي نزله السيد حميد الياسر.